بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة نسجل معاكم فيديو طويل شوية، فيديو يعني شامل، اكتر من طبخة واكتر من موقف. هنعمل معاكم طبعا ده ممبار، طبعا انا عاملين خلطة محشي بصل اللهم صل على سيدنا محمد، وشبت وكزبرة ورز وثوم والتوابل بقى بتاعته، طبعا حشيناه وخلصته. طبعا هنعمل هنا برضو كرشة بتطبخ زي اللحمة بالظبط وزي الفراخ، وما بطلعها بحطها في صلصة او احطها في سبانخ، يعني كل مرة بعملها معاكم بطريقة شكل. وطبعا ده الفاكهة بتاع اليوم بقى، طبعا بطيخ يعني بشير وحلو، كان ده جميل يعني، كانت تالت مرة نجيب بطيخ. وده طبق فاكهة مشكل، وان شاء الله كده ايه ينول اعجابكم الفيديو. وده السوق بتاعنا يوم الجمعة الماضية، خيار كان ب5 جنيه، بصراحة كان حلو، والقوطة ب10، ودي برضو ب10، والتفاح ب25، ودي خضرة، والجزر ب5، الفلفل برضو ب5، البطيخة دي ب20 جنيه، كبيرة خالص يعني ما شاء الله، كانت جميلة. شفتوها اللحمة دي ب170، وده نسكو فيه، ومش مش بالمش مش ب25 جنيه. وطبعا دي حاجة الأسبوع يعني، وجبنة وطلباتنا يعني، بحاجة الأسبوع كلها أنا بجيبها في يوم واحد، حتى بجيب سمك في اليوم ده وناكل سمك، وبعدين برضو وجبة تانية مرة سمك تانية في وسط الأسبوع. طبعا عامل السوتيه معاكم اللي هو التورلي، خضار مشكل، كوسة وبسلة وفاصوليا وبطاطس معاكم ان شاء الله. انا ودي فاصوليا خضراء، انا طبعا مفرزلها في الفريزر، والكوسة برضو كنت حاطاها في الفريزر، والبسلة طبعا انا بجيب الحاجات دي وفرزلها، ما بحطلاش اي مواد حافظه بعينها كده يعني، ايه ما بحطش اي حاجه فيها غير الباميه، الباميه بس اللي بحط لها نقطه كربونات، وادوقها احطها في الميه السخنه كده ومطلعاها يعني، حطها تبرد وبعدين ايه اعينها في الفريزر. لكن ده بقطعه واغسله كويس الاول ومعينه وخلاص. طبعا هنعمل هنا حواوشي، عندي نص كيلو لحمه، وبصلتين كبار كده حلوين، وقرن فلفل احمر والوان واخضر، وهخلط البصلايه ناعمه قوي في الكبه ومعها الفلفل الاخضر والالوان. وبعدين يكون مجهزه عيش، يا اما بلدي يا اما يكون عجن عيش، بس انا المره دي شاريه عيش وهعمله، وبدهنه زيت من فوق ومن تحت اللي على الوش كده، واقوم حاطه ايه، واقوم حاطه اللحمه. طبعا انا هخلطهم على بعضهم كده، اللحمه والبصل والفلفل. طبعا انا حطيت باكو اللي هو كنور اللي هو بتاع الحواوشي، وعجينه في بعضها كده، البصل مع كل حاجه، وفي ني في ني كده، وادخل الخبز كده مع احشيهم في الخبز وادخلهم الفرن. دخلت في الحواوشي، وبعدين اجي بقى اكون حاميه الفرن، وام دخلاه عامله زيت من فوق ومن تحت كده على وشه وظهره اللي هو رغيف العيش، بعد ما بحشيل اللحمه مفرومه. وبعدين ايه، بس بتلميها في بعضها كده جامد عشان ايه تبقى حلوه يعني، تعجينها حلو بحيث ان ايه تلم مع بعضها البصله مع الفلفل. وبعدين احطها في العيش وادهنه سمنه او زيت من على الوش كده، وادخله في صاجه او في صينيه او اي حاجه، دخلها في الفرن، واول ما يطلع بقى ايه بالهنا والشفا كده ناكله، كان طعمه جميل بصراحة وحلو يعني ما شاء الله، تغيير يعني، الاولاد بيزهقوا من الاكل فاحنا بنغير لهم، مرة بيتزا مرة شاورما مرة كنتاكي مرة كده مرة محشي مرة كده يعني، كده نغير، لان الاولاد بيحبوا التغيير، الحاجات اللي زي كده يعني، بيحبوا المعجنات اكتر. احنا طبعا نمشي تبع اولادنا ما هم عايزين، لان هم اهم حاجة يعني، وربنا ييسر يعني ان شاء الله، ويا رب فيديوهات تنال اعجابكم. طبعا كده جينا ان شاء الله كده بدأت احشي اللي هو الحواوشي،
واحطه في صاجات. انا حطيته في اكتر من صاجه، في 3 صاجات. احشي كده اول واحده وافرده كده واوديها على الصاجه وبللها من فوق من تحت زيت، يعني بالفرشه كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. وبعدين دي سمنة على زيت، وأقوم أبلها كده بالفرشة واركنه، وهحطه في صاجة إن شاء الله يتخبز في الفرن يتطبخ. لازم تكون اللحمة نية ومش متعصجة على البوتاجاز عشان تمسك. وجبة إن شاء الله حلوة وجميلة وخفيفة وسهلة، مش عايزة شغل ولا جهد ولا أي حاجة، وجميلة كده إن شاء الله. بالهنا والشفاء على قلوبكم. هعمل الكمية كلها واحطها طبعا في صاجات كده، صواني تيفال، ادخلها الفرن على درجة حرارة مثلا 150 عشان ما يشعوطوش في الفاضي، بحيث ان يستوي اللحمة تستوي والبصل يستوي والمكونات اللي هي دي تستوي. ونعمل ايه معاهم؟ عملت بطاطس محمرة معاهم وطبق خيار وقوطة عشان خاطري انا بقى الخيار والقوطة ده، وعملت بطاطس محمرة اللي عايز ياكل. انا عاملة 5 ترغيفة بس، لان اصلا مفيش حد موجودة الا انا والولاد، وانا ما باكلش الحواوشي، بحبش اصلا الروائح بتاع الحواوشي والبيتزا والحاجات دي يعني، والمكرونة البشاميل اللي انا اعملهم لكن ما اكلش. ببقى عاملة لنفسي حاجة تانية، شوربة خضار، ببقى عاملة اي حاجة تانية ليا. عشان ايه؟ عشان انا ما باكلش الحاجات دي يعني. نيجي كده ان شاء الله نجيبهم على صينية، ونقوم حاطين الصينية ان شاء الله مدخلينها الفرن. بعد ما نحط فيها 2، ممكن تحطوه مع الصاجة بتاع الفرن الكبيرة، لكن انا بستحسن ان انا بعمل في صواني، بحيث ان حسب ما العيال او اولاد عايزة. جميلة وما شاء الله. يا رب فيديوهاتي تنال اعجابكم، واذا عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشتراك للقناة، ويا رب كده يصلح حالنا وحالكم كده. اللهم امين يا رب، وحال المسلمين جميعا. ده فرخ، ده رغيف بلدي اللي هو بيجي من الفرن اللي هو بتاع التموين، فانا فضل شوية حطيتهم في الرغيف ده وتنيته. وكان اجمل سندوتش بصراحة يعني، كان حلو وطعمه حلو وطري وجميل وكل حاجة. نيجي بقى نجيب صينية، دي بتاع الفرن التوستر، بليت فيها زيت من تحت لان انا بلى الرغيف من فوق زيت وما بليتوش من تحت، فعملت مسحت الصاجة كده وحطيت على رغيفة العيش وهدخلها الفرن، ونشوف غيرها بقى تبقى حاجة تانية. ده عشان ايه؟ انا محطتش في ال ابدا اعمل الصينيه التانية، اعمل اللي هو بعدين الصينيه بماده دهنيه، وطبعا احط العيش اللي هو الحواوشي لان انا كنت دهنه من فوق زيت
سمنة كده وما دهنتش ايه من تحت، فالصينية بدهنها وخلاص يعني. احطهم وادخلهم الفرن مع التانيين. ونعمل بقى الباقي. وطبعا ده خلاص احنا خلصناهم، وهنيجي ناكل بقى ان شاء الله. بس كده بوريهولكوا الاول على الرخام، اهو لسه ما وديتوش على السفرة. فكده ايه، جميل الرغيف، جميل وحلو ما شاء الله يعني. كان طعمها جميل جدا، كان طعم الحواوشي جميل قوي يعني ما شاء الله، وحلو كان سخن اصلا. طبعا عامله طبق اللي هو القوطه وخيار وطرنشات وبطاطس محمره للي عايز ياكل، وروب اللي عايز ياكل، اللي عايز يشرب روب يعني وكده يعني. ويوم بيعدي والعيال بتبقى مبسوطة بيه بالحاجات دي، والأولاد بتبقى مبسوطة بيه. وياريت منو اللي عجبكم. كده برضو هنعمل مسقعة، ده في مرة تانية هنعمل مسقعة. وطبعا انا بقشر البتنجان واحطه في ملح عشان ينزل المية بتاعته عشان ما يشربش الزيت كتير، وفي مصفى عشان تصفي المية بتاعته. واقطع خرط كده متوسطة بحيث ان احمره، وهنزله بعد ما احمره ان شاء الله هنزله في صلصة. وطبعا انا بعمل الصلصه بتاعه المسقعه، بعمل فص ثوم واحط الطماطم تتسبك، واقوم يكون محمره البتنجان اقوم سقطها فيها كده، والاخر احط ليمونه، نص ليمونه وفصين ثوم، يعملوا لها ريحه جميله وبخلي طعمها اجمل يعني. وربنا يا رب يصلح حالنا جميعا. وكده البتنجان انا قشرته وحطيت عليه ملح وسبته يصفي، واعمل معاه طبق عدس، طبقين كده عدس. غسلت العدس طبعا، ولازم العدس تبقى كوباية رز قصادها كوباية عدس عشان يبقى مظبوط وحلو وديكي نتيجة حلوة. طبعا انا غسلته وحطيت كركم وملح، كركم ده بيخليه اليولو بتاعه جميل قوي. وحطيت البتنجان اهو عشان ايه احمره، عشان بعدين اقوم حطاه اقوم عامله مسقعه اللي هو اللي قلنا على الوصفه بتاعتها. وده طبعا شعريه هنزلها برضو على العدس، اعمل رز بالشعريه مع العدس. طبعا عملت كوباية عدس وكوباية رز، ومعاهم حمرت شوية شعرية، وحطيت معلقة كركم صغيرة ومعلقة ملح، واسيبه كده ده كشري اصفر. وده البتنجان اللي هو عملناه مسقعة، مش راضية تيجي. وكده هنحطه في مصفى يصفي الزيت برضو، مع اني كنت حاطه في ملح ومصفى. شوف اللون اليلو ده، اللون الجميل ده اليلو، اللون الاصفر، عشان شوية كركم، بحط شوية كركم كده في العدس فبيخليه حلو اوي. ده طبعا عشان تسبيكة المسقعة، بعمل بصفر لها حبايب فصين توم كده، واقوم منزله القوطه. وبعد ما انزل القوطه كده فيها على التومه، احط الايه البتنجان يكون الصفة شويه من الزيت، احطه كده يستوي معاها، ومعاهم فلفل وملح وفلفل اسود
فص ثوم وبعصر ليمونة برضو يعني عشان يديها طعم جميل كده، بتبقى طبق مسقعة جميل قوي. ولو عندك لحمة مفرومة حطي لحمة مفرومة معاهم، ما عندكيش كده يكفي يعني. وكده عملت طبق المسقعة وكان جميل برضو ما شاء الله. ولو حد عنده فكرة أو أفكار في الأكل يقولي برضو في الكومنتات لو كده يعني. بس أنا الصراحة يعني المسقعة والملوخية والبامية والسبانخ كويسة جدا في طبخهم يعني، الحمد لله رب العالمين يعني مستوايا حلو فيهم يعني. اهم حاجة الملوخية والبامية والحاجات دي، والبطاطس اللي هي بصلصة الحمراء مش الصينية، لا البطاطس العادية المكعبات بتبقى جميلة برضو، بتبقى مرملة معايا وجميلة ومعقولة يعني. طبعا انا حطيت فصين ثوم في الاخر برضو بيديها طعم جميل، وعصرت عصرة ليمونة، والليمونة تغلي غلوة كده واشيلها عشان ما تمررش. طبعا حطيت الفلفل الالواني يستوي معاها يخليهم غلوة. وطبق المسقعة بعد ما خلص لونه جميل وطعمه أجمل. ونبدأ هنا، ده طبعا طبق الكشري الأصفر. الكشري بعد ما استوي طبق ما شاء الله جميل، ومفلفل الرز بتاعه مفلفل. عايزة الرز بتاعك يبقى مفلفل، ما تزوديش المية، خلي لغاية العقلة كده، عقلة الصابع اللي هو الوسطى، الصابعك اللي في النص ده انت بتنصبيه. دي طبعا تتبيلة فراخ، كنت عاملة بصلة في مرتة وحشيت بقى الفراخ بس وانا بمنتج وقعت مني. ودي طبعا ملوخية، عملت معلقة صلصة، معلقتين كده صلصة، ومعاهم بصلاية وشوية شوربة، وسبتهم يغلوا. وبعد ما غلوا طبعا عملت فص ثوم وهنزلته فيها، وبالفراخ انا بحط عليها فيجيتار عشان ايه احمرها، فيجيتار حراق. شوف لونها جميل ازاي. ودي طبعا هنزلها على الملوخية. الفراخ بعد ما اتحمرت شكلها شكل الكنتاكي اهو، جميلة ما شاء الله. ودي الملوخية بتاعتي والرز. بالهنا والشفا ان شاء الله. الملوخية بتاعتي بصراحة يعني جميلة، بتبقى طعمها جميل كأنك عصرة على ليمون يعني، اللي بياكلها عندي بيفتكر ان انا عصر على ليمون. ودي تونة جايباها عشان انا بعملها في وسط الاسبوع سنجاري. وده بعمل ايه، بتبل الفراخ عشان كنت هشويها. وكده ايه هحشيها كده، احشي الصدور معانا فيها كده ساعتين ثلاثة أربعة، يوم يومين براحتك يعني، حسب عايزة تسيبها كام يوم، بحيث ان تشرب تتشبع كده بالمرتة وبالبصل وبالتوابل، حلوة تبقى كتير في التلاجة يعني. عايزة تطبخها في نفس اليوم ممكن ساعة بس ساعتين تسيبهم كده تركنهم في التلاجة برضو، وان شاء الله تقومي تعمليها براحتك.
كده انا بحشي الصدر برضو، بحشي مرتة وبحشي الوراك، بتبلهم كده وبركنهم بقى نوعين في الجردل ده في التلاجة. هغطي عليها وادخلها التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل معاكم تتبيلة الفراخ. عملت بصل بس شرائح، ما عملتهاش في الكبة، وهتبل بها الفرخة ان شاء الله عشان عاوزة هطبخها بكرة ان شاء الله، هركنها لبكرة واطبخها. هجي على الصدور كده واحشيها عشان يبقى طعمها حلو، وهاجي على الوريكة اقطعها كده من النص وارشيها برضو. وابدأ ايه واركنها في التلاجة في الجردل ده عشان ايه بكرة ان شاء الله اطبخها. ده مقطع الوريكة اهو عشان من الخرام دي، انا فتحها بالسكينة. طعمها حلو كل ما تتبل الفراخ او اللحوم او اي حاجة من قبلها بكم يوم او قبلها ب24 ساعة بتبقى طعمها جميل واحلى يعني. حشيتها كلها كده طبعا، وايه وهتحطها تدخلها التلاجة ان شاء الله. هحطها في الجردل ده وهنا في التلاجة بقى ان شاء الله. الجردل ده هو واحد تاني يعني بعملهم لما يكون هشوي فراخ ولا حاجة احط فيها عشان ايه اقفل عليهم عشان ياخدوا ما ياخدوش مساحة في التلاجة، مخصصاهم للموضوع ده يعني. و كل لما تحط التتبيلة في الفراخ او اي حاجة او السمك او اللحمة هتعصجيها تعمليها يعني بتبقى هتشرب حدق وطعم اجمل يعني، وتبقى تديك نكهة. وجيت بقى علقت عليها كده حطيت كوبايه ميه وعملت معاها بطاطس وفلفل اخضر وحطيتها ايه تغلي على البوتاجاز، والاخر دخلتها الفرن. وده بعد ما حمرت يعني دي الفراخ دي بتبقى بالبطاطس دي بطعمها جميل بالمرتة بقى بالحاجات دي. ده طبق فاكهة، وده اليوم اللي بعديه بقى ايه سمك. ده طبعا جبت سمك مشوي، انا بشويه عند الراجل عشان الفرن بتاعي خربان. وهذا رز بالشعرية ما شاء الله، بحط نص الرز شعرية ونص رز عشان يبقى طعمه حلو زي المطاعم. وده ترشي، وده المخلل اللي انا مخليناه معاكم. دي بقى كده هنعمل معاكم بسبوسة، هنحط 3 كوبايات بسبوسة هم حوالي نص كيلو الا شويه صغيرين كده، واحط معاهم نص كوبايه اللي هو جوز هند ناعم، ومعاهم معلقه سكر بودر معلقه واحده لان احنا هنعمل شربات وفيه عسل الجلوكوز. ده نص كوبايه جوز هند اهو. وهنعمل ايه ومعاهم شويه اللي هو البيكنج باودر ده كيك شيف، ما كترتش يعني حبه صغيره من دول. وده سكر باودر، سكر خفيف يعني معلقه كفايه. وبعدين هنحط السمنه، مع كوبايه سمنه بلدي. دي كوبايه سمنه بلدي سايحتها سخنتها يعني مش سخنتها، يا دوب حليتها على البوتاجاز كده، حليت السمنه خليتها سايله وقعدت دلقتها عليه وخليتهم. لازم كل حبيبات البسبوسة تتشبع بالزيت، لازم كلها كده تتشبع بالزيت. طبعا حطيت معلقة اللي هو العسل ده، حطيتها في اللبن اللي انا هعجن بيه يعني.
دي بقى كده ببسسها كده يعني، ما بعجنهاش، لما ببسسها تقعد تبسسي فيها كده لغاية ما السمنة تشرب كل لغاية ما البسبوسة تشرب كل السمنة، بحيث ان ايه تبقى هي شربت كل سمنتها. وبعد ما تعمليها كده بحط لها الزبادي، كوباية زبادي بعجنها بيها، وشوية لبن بقى ايه اللي هو في الماء، العسل الجلوكوز ده، واقوم حطهم على بعض واعجن بقى، وبطرف ايدي كده، ما بعجنش عجن يعني، البسبوسه ما بتتعجنش، افرفتها كده بس، يا دوبك السمنه يتشبع بيها ويدخل ويتجانس معاها، ويا دوبك برضو الزبادي يتعجني بيها كده بس، ما بعجنش. تقعدي تعملي بصابعك كده، ما بدخلش عجن عجن زي العجينه. وطبعا اروح اسخن دول على البوتاجاز برضو، بس كنت بقلبها شويه الاول. طبعا انا عملتها، دفيته على البوتاجاز فسح الجلوكوز وعجنه بيها، اعجن بيه لغاية ما العجينة تمسك في بعضها يعني، البسبوسة يعني ايه، شوفي عجينتها حلوة ما شاء الله، مفرولة اهو عشان تبقى مرملة، البسبوسة مرملة وحلوة يعني. ودي طريقتي في البسبوسة، بس بتبقى جميلة ما شاء الله. كلك طبعا وانتي بتعملي ده بعلق على هما حاطاه في الصينية، هقوم راح اعمل بقى الشربات برضو، يكون الفرن حامي شوية على درجة حرارة 170 180، مش عالي قوي يعني، كلك قبله يعني. انا بدأت خلصتها ورحت حميت الفرن بصراحة، بس ما دخلتهاش على طول، سيبته يحمى شوية عشان ما خشاش وهو ساقع، لازم هو سخن كده. الحلوة والحلويات والحاجات دي بتبقى عايزاكي وانتي يعني، تبقى عايزة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، تبقى عايزة الفرن يعني شغال يعني كده كده. هعملها كده وايه، بعد ما بعدين بقى ايه، هروح اشغل الفرن، وبعد ما ادخله الفرن، ادخلها الفرن، هروح اعلق على الايه الشربات. هي اصلا ما بتقعدش ربع ساعة في الفرن يعني، خبيز هيكون اصلا. انا عملت الشربات، الشربات بقى ايه، 2.5 كوباية مية، على 2 كوباية سكر، والشربات بيبقى سائل كده، مش ياخد غلوتين ثلاثة كده بس ايه، واقوم عصر عليه معصرة ليمون، وحط له معلقة سمنة بلدي او 0.5 معلقة، وفانيليا ونص، وعصرة ليمون. عشان ايدي بس ما تبقاش معلمة قوي في البسبوسة. وطبعا دي ادى المية والشربات 2 كوباية، كوباية تانية هنحط كمان النص، كمان نص اهو، وهنحط ايه، ليه بنحط المية الاول؟ عشان ايه، لو حطيت السكر هيطرطش على الحواف بتاع الحلة دي، فيعمل لك ايه، يلزق عليها ويكرمل كده، احنا مش عايزين الحكاية دي. ده كوباية، ودي التانية، وغلوة كده، وحط لها عصرة الليمون وشوية شرب وشوية اللي هو فانيليا، وقلبتها الأول كده، قلبتهم في بعض كده عشان ايه، ما يعملش، ما يسكرش في الجنوب كده، في جنوب الحلة دي. وبعدين قمت حطلها بقى شوية سمنة بلدي، 0.5 معلقة سمنة بلدي، اول ما غليت حط لها انا عايزاه كده ما يبقاش تقيل يعني، المهم يبقى سخن، وهي تخرج من بره سخنه، يتحطوا الاثنين على بعضهم يعني.
طبعا هي خرجت من الفرن تخبزي، شوية فانيليا عشان يخليها ريحتها حلوة، وشوية سمنة بلدي. طبعا هي سخنة فسحت على طول يعني. كل ما تعوز بقى بحط لها شوية. كده بقطعها وسقيتها الشربات، بس كانت جميلة بصراحة يعني، ما شاء الله طعمها جميل ولذيذ وعجبت الولاد، حلوة ما شاء الله. وعلى فكرة صينية البسبوسة الوقت عاد ب150 جنيه و170 حسب نوع المحل، فكيس البسبوسة مثلا هيجيب لك مثلا 6 جنيه، زبادي وبتاع ما ياخدش منك 10 15 جنيه، ممكن تعمل صينية بسبوسة جميلة للعيال في البيت، وحتى ضمناها يعني في بيتك وضمناها. طبعا ده بقى ايه، الثوم بتاع لون الملوخية للبامية، البامية انا عملتها معاكم اصلا، عصقت البصل صفرت البصلة وقمت منزلة فيها القوطة، وبعدين قمت حاطة البامية. البامية طبعا انا ده كله مفرزل لسه ما جبتش جديد، دي من السنة اللي فاتت وما شاء الله جميلة اهي، واللحمة كانت استوت حطيتها ونزلتها فيها تاخد غلوة برضو. هنعمل بقى بس كيك بتاع اللي هو حلو على البارد، جبت 3 خبوز وجبت 2 اوريو وقطعت دي وكسرت ده، وهنعمل كيكة على البارد ان شاء الله اللي هو بالمهلبية بالكاكاو، وقطع دي خرط كده بالعرض، كل حاجة ممكن تعملها في البيت يعني أحسن وأنظف وأضمن يعني، إن شايف حاجتك قدامك ضمن طريقة الاستخدام ونظافة المواعين ونظافة كل حاجة، ففي بيتك بتصنع كل حاجة وانتي مطمنة، عما انت بتسمعي عما انت بتشوفي، الأفضل إن انتي تعملي حاجتك لنفسك. قطعتهم اهو، وجيت ايه هذه دي مادة دهنية، دي سيليكون، ده قالب سيليكون، واحط فيه الايه اللي هو الهوز والاوريو، وارجع اعمل المهلبية وانزلها معايا عليهم. بيست في الهوز اهو، طعم الهوز ده الصراحة تحفة، حلو ومش وحش. عملتها جنب وجنبي يعني، هحط جنب فيه ال الأوريو، بحيث ان يبقى طعمين يعني يبوش على بعضهم كده.
بقى جبت ايه، نص كوبايتين ميه، وعليهم 2 معلقة كاكاو و4 معالق سكر ورشة فانيليا بسيطة كده، وقمت مقلبهم مع بعضيهم وعلقت عليه على البوتاجاز، وهاجي انزلها على الاوريو والهوز هنا وادخلهم التلاجة يجمدوا واقلبهم بقى وايه وبالهنا والشفا. ده كريم شانتي، هعمل طبقة كريم شانتي احطها عليه. طبعا كريم شانتي سايب، مش اكياس، واحط عليه حسب الاحتياج 1/2 كوباية لبن بارد. عايزة تعملي بمية باردة عادي، عملت الكريم شانتي وهدخله التلاجة عشان احطه على المهلبية، على اللي هو على البارد ده، الشوكولاتة اللي على البارد. وبعدين ده السوق، جبن ده سوقنا. انا رحت في وسط الاسبوع كده، جبت كنت رايحة اجيب سمك وفراخ، وتجيبي بقى 1/2 كل ورق عنب. ورق العنب بدأ يغلى تاني، بدأ يبقى ب20، كان ب15 يوم ما كنت مفرزلاه. جبت الخضرة بتاعته والمشمش بدأ ينزل بقى ب15، جبت 2 كيلو. وده كوز العسل مش أناناس، اللي هو بيبقى شكله أصفر كده، بيبقى طعمه مسكر برضو حلو. دول 3 كيلو. وجبت ده برضو ب30 جنيه البرقوق، لسه بدأ يحلو شوية. ودي البطيخة دي برضو ب20 جنيه. دي فراخ فرخة جبتهم لان رايحة المنصورة وهكشف، فالله اعلم هيحصل ايه، فانا قلت اجيب الحاجات دي تبقى في البيت، مع العلم ان انا جايبه يوم الجمعة. وده سمك برضو مشوي، طعمه كان لذيذ جدا وطعمه جميل بصراحة، بفكرني بالبلد. وده قرع عسلي جايبه من على الطريق برضو، جبت 2، مجبتهمش كبار اوي، جبتهم صغيرين. طبعا ده هنعمل بقى كيكة معاكم، عامل صينية كيكة معاكو. فعملت حطيت 3 بيضات وعليهم فانيليا، حطيت صرف الفانيليا ده كله سائلة، واخلطها لغاية ما القوام يتكثف كده ويبقى كبير ويعلى. ده بقى جيل بيعلي الكيكة، الجل ده بالشرى كده، شكل اللهم صل على سيدنا محمد، شكل الفازلين كده، تاخدي منه معلقة بيعلي الكيكة كده، شكل الفازلين. وبحط في التلاجة تاني عشان لما اجي استخدمه مرة تانية، واخلطه جامد لغاية ما يعمل فوليوم كده البيض. حط 1 كوباية سكر لان انا هعمل 1.5 كوباية بس.
طب بعدين المادة الدهنية وهنزل فيها كده ان شاء الله الايه الكيكة لخليط الكيكة. نصبها فيها دي كده دي الشوكولاتة اللي انا كنت عاملاها معاكم، نزلها على الكيكة وبالهنا والشفا كده ان شاء الله على قلوبكم. هقطع لها خرطة كده دوها طعمها جميل ما شاء الله. شغل الكيكة بالشوكولاتة حلوة قوي بصراحة. بدوقها اهو طعمها حلو. وده بقى ايه بقى ان شاء الله الكيكة اقطع كل واحد طبق. ده سمك طبعا اللي انا عامله اللي انا جايباه من السوق النهارده، سمك كان جميل قوي. طبعا مش عامله سلطه لان انا معدتي تعبانه واكل شوربه خضار وبطيخ. بطيخ الايام ده يا جماعه والله هو بصراحه حلو، بس بيقولوا فيه هرمون زايد، فالواحد يحافظ بقى منه والخوف يعني الحاجات دي، عشان الناس بتجيلها نزلة معوية كتير، وانا اول الناس اللي تعبت، بس انا مش تعبانة منهم، انا تعبانة من المرارة. مش انا كنت فاكرة نزلة برد، لكن الحمد يا رب. زبادي بقى بالفواكه وزبادي عادي بلدي، غليت كيلو لبن وحطيت في كوباية زبادي وضربتهم كده بالمضرب، وخدت نصهم حطيته في
الكوبايات كده الماكينة، ورجعت حطيت الفواكه بتاعتهم. ودي ده برضو حلو على البارد، جبت بسكويت وسقيته لبن ورصيته في صينية البايركس دي، وحطيت عليها ايه طبقة كريم كراميل، حطيت بقى طبقة جيلي وحطيتها تجمد في التلاجة وبعدها جيلي. وهنا هعمل بقى مع كل بامية، وبعدين اعمل مع كل بسلة. ودي البامية، كنت عاملة بامية يوميها وبسلة، بصفر بصلة للبسلة وبصفر برضو بصلة للبامية. البامية والبسلة اللي بصفر لهم بصل، لكن اللوبيا البطاطس الفاصوليا الخضراء بقى والفاصوليا البيضاء بعمل لهم بثوم. وحطيت دي برضو من اللي انا مفرزه لهم السنة اللي فاتت، ما عملتش السنة دي لأن أنا كان عندي حط معاها جزراية وبطاطسية. ودي صينية الفراخ اللي أنا متبلاها معاكم من شوية، حطيتها تغلي، كنت رايحة المنصورة فطبخت قبل ما أخرج يعني عشان الولاد يعني لوحدهم، قمت مدخلها الفرن برضو قبل ما أخرج، طبخت معاها رز وهي بطاطس أصلا بيضة كده تقوم بالفلفل الأخضر والقطة. ودي صينية مسقعة برضو، حلة بتاعت مسقعة، طبق مسقعة، قليت البذنجان بس برضو كنت خرطته الأول وشلت منه الطبقة السوداء وحطيت فيه ملح عشان ينزل الماء اللي فيه عشان ما اشربش زيت كتير. وبعدين قليته، وبعد ما قليته كنت عاملة فص توم كده ونزلت فيه حبات قطة، وقمت جايبة البذنجان وحطاه وفلفل اخضر واحمر وفص ثوم وليمونه، عصرت ليمون. العصر الليمونه والثوم دي بخلوا الطعم المسقعه جميل قوي. طبعا هسيبها تغلي شوية، ممكن تدخلها الفرن برضو تاخد وش تاخد لون يعني، بس انا اكتفيت يعني ان هي طبق يعني ما شاء الله حلو وخلاص يعني. ده الطبق الفينش النهائي اهو. ده طبق طولي، عملت فص توم و نجيب البسلة والفاصوليا دول متفرزلين، ومع برضو وعاملة برضو اللي هو الفاصوليا الخضراء فرزلها برضو، وما شاء الله شوف لونها عامل ازاي يعني كأنها جديدة عادي. وحطيت معاهم بطاطسياية بس ما كانش عندي جزر، وحطيت لهم توابلهم ادي الفاصوليا برضو كنت مفرزلاها، حطيت بطاطسية والتوابل بتاعتها ملح وفلفل، وقمت مغطية عليهم. وده الفينش اهو برضو بتاعها. الشعرية برضو حمرتها، والرز نزلته غسلته ونزلته. وده يوم تاني سمك اهو. انا بحب السمك صراحة يعني، بس عيالي مش كيفة يعني بيحب السمك أوي. دي سلطة الحاتي، انا هعمل سلطة الحاتي. الخرط بتاعتها بتبقى كبيرة شوية مش زي السلطة العادية، وتجيبي ملح وفلفل وكمون وليمون وخل في مية، في كوباية مية، وتعملي عليه وبصل طبعا وشبت وكزبرة اللي هو البقدونس اهو، طعمها جميل برضو بسلطة الحاتي دي. طبعا بوضب النيش، النيش بتاعنا عشان اجمع الفيديو ده قلت انضف النيش، دولاب النيش، قمت جاية مخرجة الكاسات كده عشان
عشان اغسلها. وحطيتهم في طبق كريستالس كبير كده وقصهم عشان اسيب عليهم الحنفية واغسلهم. ده الاسد ده كنت انا جايباه من مش اسد اللي هو اسمه ده ابو الهول كده، كنت جايباه من القريه الفرعونيه، كنا في الزياره للقريه الفرعونيه السنه اللي قبل اللي فاتت. القريه الفرعونيه دي في شارع البحر الاعظم في الجيزه، كنت انا وولادي وزوجي وعم الولاد الدكتور رضا، رحنا القريه الفرعونيه دي، هي جميلة جدا يعني اللي عايز يروحها بصراحة، يعني حلوة قوي ما شاء الله، يعني فيها حاجات حلوة آثار من أيام زمان، وجايبين لك الحاجات بتاع الفراعنة وأكلهم كان زمان إيه وأياميها، واللي كانوا بيخبزوا إزاي العيش وبيطحنوا إزاي، جايبين لك كل الأدوات دي هناك وبيشرحوا فيها، يعني بيخلوك تركب مركب كده تمشي في مجرى نيلي كده تشوف كل حاجة بصراحة، يعني كل حاجة جميلة يعني، وبتشوفهم كانوا بيخبزوا ازاي زمان، كل حاجة كانت رحلة حلوة بصراحة، اللي عايز يروحها بصراحة يعني حلوة ما شاء الله، يعني رحلة حلوة. طبعا انا شطفت الكاسات وايه وصفيتها نضفت يعني نشفتها، وجيت رصها تاني الكاسات اللي على الشمال دي اللي باقية من اللي انا متجوزة بيهم، يعني ما عادش الا هم الستة دول، كله اتكسر بقى خلاص، لكن دول جداد بقى، كنت جايبة دول من البلد اللي في البلد، طقمين طقم ستتين يعني 12 قطعة صغير وكبير، وطقم 6 كاسات صغيرة كده. يعني بتغسلي الصين والحاجات دي بتلمع بتبقى جميلة، بتشيل على طبقة التراب، عشان انا ما غسلتش في العيد لان ما عملناش حاجة في العيد اللي فات ده، عشان ما استعدناش يعني بصراحة للعيد الصغير، فالمفروض نستعد للعيد الكبير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، ما عادش الا حوالي شهر و10 ايام واسبوعين كده كده. شفت التوضيبة دي حلوة أحلى من أول، وهنعمل الرف اللي تحتيه بقى برضو الكوبايات الصغيرة،
بسد في الكوباية تحت اهو، كوباية المية، دي الانتيكة الصغيرة دي اللي بتبقى دي ملاحات اصلا، اللي هي اللي على روميو وجولييت دي برضو متجوزة بقى لسه متبقية، يعني مفيش حاجات كتير من المتبقيين، احنا بقالنا 27 سنة متجوزين، فالواحد خلص الحاجات اللي عنده يعني. ودي الطرف من النص لطقم الكاكاو، تحتيه طقم الشاي الفرداني وفوق الطقم الصيني.